لابد أن المسلم بعد أن ينتهي من قضاء الحاجة من البول أو الغائط لابد أن يطهر وينظف هذا المكان. كاندي ومسلم من غونغا يوكو أسكورا هو يمازي كجرا بيتا حمازي في حقائقا. كيف ينظف المكان؟ نقول أسكورا ريدا هو يحقائقا. إما بالماء أبا غونبا كوبايا كل شمازي أو بالحجارة بالمناديل. جانغو سي إبنومو جانغو سي إيجي بابير جينيكي. التنظيف بالماء واضح. بكره شمازي زي بالسوبانس. النظافة بالحجارة بالمناديل. هاري نبكره شبنومو جانغو سي بابير جينيكي. لابد أن تكون طاهرة المناديل والحجارة. إبزابين دزام بيبي غم بقوة بيجي سكوت بيجي سكوي غم بقوني بنومو جانغو سي بابير جينيكي. يعني لا يستخدم منديل نجس. ولا تكون محترمة يعني لا يمكن أن يأخذ أوراق المصحف أوراق الحديث يطهر بها المكان. cyangwa se ashobora kuba yabikoresha mu ntuza muri iyo ntego ikabasha kuba yagerwaho nta kibazo. ولا يستعمل الطعام مثل الخبز مثلا او طعام الدواب البرسيم او العظم. لا يستعمل الطعام. nta nubwo bikwiye yuko yagakoresheje ubwoko ubwo ari bwo bwose mu byo kurya nk'imigati cyangwa se amase y'iki أما سيّنها تامبا سيّنها تامبا سيّنها تامبا سيّنها تامبا سيّنها تامبا سيّنها هاري أبغاتي مباربوها ومرجوة بجنزة لنا بكجرابوتي إبزاتي بغابوري رانجي نوزا هنگا ميا بكسانها وبفتان إبزاتي برا أبزاتي لنها أبوه وكيبوها بكوريش بكجرابوتي مكوبا واتي سكوز وكاري جرجاتهم بلشورة بزر كجرابوتي بكتير جتا أجازي. كذلك إذا استخدم المنديل مرة واحدة مسح به لا يصح أن يستخدمه مرة ثانية. كان لأنه يأكل شيء. لأنه يكون نجس. نعم يأكل شيء بابير جينيك. نعم أبوه أبوه يأكل شيء بابير جينيك. أكل شيء بابير. أقل شيء يستعمل ثلاثة حجارة ثلاثة مناديل. إذا جرجت أن يكون أبوه بكو بيا أكل شيء. مجيء أكل مجيء أكل شيء جمازي. بابير جينيك كان بس يتبينه. abagomba kuba yabikoresha inshuro zingahe eshatu ubwo ni ibinoma bitatu n'ibitambaro bingahe cyangwa se ibipapuro bingahe biri ukoresheje mu nshuro zingahe eshatu illa idha kana alhajar aw almandil yani kabir yastati' yamsah marra min huna marra min huna marra min mumkin amma yamsah min nafs almakan la yasah naho biranashoboka nanone yuko cya gitambaro cyangwa se ya papier jenique ashobora kuba yikoresha inshuro imwe mu gihe kigize gute ari kinini ni igitambaro wenda kinini cyangwa se ari ntuza ari kinomo kigize gute kinini ashobora kuba yahinduranya iki impande. إذا رجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط هذا معناه أنه حصلت الطهارة حصلت النظافة. أري سكورة كجزاء إجيه يا بابيش نيكي جانبو سيكا جنومو أتي جراغوتي أبا مازكوتي سكو زكامونا ناجي ناجي من يسو جيجي إذا رجع المنديل فيه أثر بول أو غائط هذا معناه أنه لم تحصل النظافة لابد يزيد الحجر الرابع المنديل الرابع والخامس والسادس حتى يرجع المنديل جاف. أبغون بقوكم مزبو سكورة وجزاء إجيه تاجي تامبار تامبار تاجي 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 نوم هجزي قلت هريكو كوريشا تجاروكا موكو هجزي قلت موكو يجي قلت كوريشا تجزي قلت تجي مز. نعم فإذا رجع المنديل جاف هذا معناه أنه حصلت النظافة حصلت الطهارة. إيوم سكوية كجزاء أبو تجاروكا موكو أجزي قلت يا يجي قلت سكوية تجي مز أهم غانو كفوكا يوكو وامان داراري بسكورة أجزي قلت ومزي بسكورة